فاكرها؟ جيتو جيتو جدو، أنا كثير اشتقت لك حبيبتي رهف. يا روحي أنا ما رح تصدقي قديش أنا اشتقت لك. إيه طبعاً لازم تشتاق لي. كيف قضيت هاي الفترة بدوني؟ كثير زعلت يا قلبي أنا، كثير. أنا بحبك كثير. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي. لا ما رح ابكي، بس بدي اشكر رب العالمين. الف الحمد لله انك رجعت بخير وسلام. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الحمد لله اني شفتك. انت بتتذكري هي الشجره؟ ما شاء الله عليك، ذاكرتك قويه وما بتنسى شيء. من زمان كانوا العشاء يحفروا اسماء الاشخاص اللي بيحبوهن على الشجر مشان يعبروا لبعضهن عن حبهم. بس انت مسخي تحفر الشجره وتكتب اسمي عليها، بتذكر هذاك اليوم؟ ايه شو بدك احسن؟ صحيح ما صفيت احفر الشجره، بس هالشي ضل غصه جوات قلبي، ما عرفت شو بدي اعمل. لهيك جبت شتلي وزرعتها هون وضليت اسقيها كل يوم. كنت انبسط كثير لما اشوفها وهي عم تكبر، وكنت ادعي وانا عم بسقيها لالتقي بالانسان اللي بحبها. ولما زهرت الشتلة بأول الربيع، مرحوم أبوكي وافق يعطيني إياكي. هاي الشجرة شهدت على حبنا وحفرت أسماءنا جواتها. ألف الحمد لله إنه أنت كنت نصيبي يا عمر. صحيح، ليش ما أجا مران؟ في عنده شغل، قال المسا بيجي. أنا في عندي خبر سيء ورح يزعلك. بيتنا إيه بعرف بها الموضوع، بس أنا في عندي خبر حلو لإلك. تتذكري هذا البيت؟ نحن قضينا سنين حلوة بهذا البيت. يعني معقولة ما أتذكره؟ بس ليكون إيه صحيح، مراد فكر بموضوع البيت واشترانا هالبيت. تعالي.
يسار جورج. كلياتكم نجحتوا بالاختبار، نحن اخترناكم، وهلا اجت اللحظة لحتى كلنا نقسم اليمين قسما لنساعد المظلومين. نقسم بالله. قسما لنمشي بطريق العدالة. نقسم بالله. نحن رح نطهر العالم من الظلام لحتى يرجع الحق لكل المظلومين، ولحتى نحقق الأمان لهي الأرض. بتقسموا بالله العظيم؟ نقسم بالله. نقسم بالله. نقسم بالله. الله يكون معنا ويوفقنا يا رجال. Benezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükreniş sel gibiyim ben, dibi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam başarım. Arkadaş yurduma alacakları uğratma sakın. Sibere gövdeni vursun bu hayatsızca akın. Doğaraktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. إن مفاجآت في قناة حما بعد ما تفاش كرهبة جديدة للربح. برافو يا كرهبة اللي تربحوها من توا. قد ما تبعث اس ام اس قد ما تربح. شكون باش يربح الكرهبة هذية اللي باش تخرج؟ هذية يد نور الدين الباجي اللي باش تربح الكرهبة. ربحت السيارة. يا مدام فرحانة ولا مش فرحانة؟ مش فرحانة، مش مصدقة. فرحانة؟ فرحانة يا للمشاركة والفوز ما عليك أن تبعث اس ام اس على الرقم 85890. اكتب هشقة وجاوب بصحيح على السؤال. مع قناة حنا بعد انتم ديما رابحين. مراد قال لي شوفي شو في نقص بالبيت وراح نجيبهم كلياتهم. الله يسلمكم. مراد اشترى لنا هالبيت وفكر بشو ناقصه كمان. بس بتعرفي انا لازم اسال بنتي رهف. ايه بركي هي كمان بدها شي بهالبيت. صحي وينها؟ قاعده بالحديقه مع جدها. ايه خلينا نطلع لكان. ايه يلا. تعي. شوفوا انا وجدي زرعنا شجره. ممكن تجيبي لي مي؟ على عيني. لا انا بجيب. اي ماشي. ليش زرعت هالشجره هلا؟ وقت تكبر هالشجره رح تدعولي عليها. Thank you.
قصرنا بعد منيح عن المطار. خلينا نوقف الحية ستارة. يا أغا يلا قوم وصلنا على البلد. ستار أغا قلت لك وصلنا فيه. يلا فيه. شفت لك الأغا ما عم يفيه؟ شو الإبرة اللي عطيته إياها؟ لك أستغفر الله. لك معقول يكون مات عن جد؟ أغا بترجاك لا تموت. لك بعد شوي. خلاص ما في داعي تخاف هالقد. نبضه شغال. الظاهر مفعول الابره قوي. ايه والله مزبوط. طيب بهالحاله كيف بدنا ناخذه لعند خالتي؟ بيكون صحي من هون للبيت. يلا خلونا نمشي. يلا لحظه لغطي. يلا انك بتعرفه لمارتين بلو. عن جد هي صدفة كتير كبيرة. حكى لك عن الجمعية شي؟ هو ساعدني كتير بهالموضوع. بعرف انه كتير بيروح على اسطنبول بس ما بتذكر حكالي عن الجمعية. لكن عم تشتغلوا مع بعض. انسان رائع. في له مكان خاص كتير بحياتي. عفوا. في شي مشكلة؟ لا، اتصال مو مهم. بتسافري على كتير أماكن بهالدنيا، بتعرفي الحرب بكل مكان. هاي أول محطة برحلتي وما بعرف لوين بعدين. عندي كتير شغل ولازم زور غير مخيمات. ممكن تعطيني الإذن؟ ايه طبعاً إذنك معك بشرط إنه نلتقي مرة تانية. يا عسكري بتضل مع الأنسة صفية وبتوصلها. متشكرك كتير. سيدي كمشنا واحد برا عم بيراقب المكان. فحصنا تليفونه ولقينا فيه معلومات بخصوص الأنسة صفية. انت ليش عم تلاحق الأنسة صفية؟ يلا جاوبني لحتى احميها. لكن انت بدك تحميها. ما حدا له علاقة فيها بنوب. أنا يلي بحميها وبس. فيك تقتله.
ستار آغل هلأ ما فاق، كيف رح تشوفه بهالحالة؟ خلص أنا بشرح لك كل شيء. ستار آغا، ستار آغا، مالي مصدق شو صار له هاد؟ ستار آغا، أهلين وسهلين. أهلين وسهلين ميران. أهلين فيكي خالتي. خير إن شاء الله، تفضل فوت. طولي بالك، عندي خبرين منيح وسيء. الخبر المنيح، ستار آغا إجا لعندك. ستار؟ بس يا خالتي. ستار! خالتي طولي بالك. ستار! ستار! مو مثل مفكرة، اهدي شوي. بس انت ليش بدك تتركني يا ستار؟ خالتي اهدي شوي شبه. لكيف هيك بتقولي يعني اهدى وانتو سايبيني؟ مو مثل مانك مفكرة. لك شوي شوي على صبري، انت رح تموتيني عن جد. استغفر الله، شو هالمرة هي؟ لا تكون شوها أحسن ما توقع ويصير لها شيء. يلا تفوتها، تعالي. بتشكرك مرة ثانية لأنك اجيت. مو بيناتنا، لو ما اتصلت أنا كنت رح أتصل. عن جد؟ كنت متوقع أنك عم بتدبر أمورك مع حقي. ليش حكالك عن لقائنا؟ ما حكالي بالتفصيل، بس كأنه كان الموضوع بدي أخلق. ايه، ما حبيت تعبك معي. حقي قال لي أنه أنت لهلأ ما بلشت بالشغل. كلامه مظبوط، لسه في شغلات أهم لازم نخلصها بالأول يا جاهل، لهيك جبتك على همك. انت خليك بالسيارة. القرارات يلي أخذتها بهالحياة كانت بالحقيقة إلا ثمن كبير بالنسبة لإلي وللي بحبها. بالفترة يلي قضيتها بالأسر تعلمت كتير أمور. بتعرف إنه عائلتي كانت دائما توقف بوش الوحوش بشجاعة. يمكن بتعرف الطريقة يلي كان يستخدمها أبي. صحيح نحنا مختلفين شوي بأساليبنا، بس أنا تصرفت مثله. للأسف نحن ما حسبنا حساب القوة اللي عم نواجهها. بابا مات وأنا بالاسم عايش. ممكن تساعدني يا جاهل؟ شو بدك اياني ساوي؟ خبروني انه ابني مات بحادث موتور بهالمكان يلي نحن فيه، بس انا مو مصدقه. لو سمحت لاقي لي ابني. بول إجا دخلوه. الأسلحة اللي بحبها وهلأ صار لألك. ما
تسلموا يا بيتبول. أهلا فيك. أنت كل أسبوع بتجيب لي رجال بدهم يموتوا مشان الروليت؟ عندي فضول أعرف من وين بتلاقيهم لهدول. أنت بتعرف إنه أنا زلمة الحارات يا بلتزار، وكتير بتلاقي مثل هيك رجال مسدودة بهالحارات، ولهذا السبب بالتحديد أنا بدي أشتغل معك بشغلي الجديد يا بيت بول. وشو هو هذا الشغل؟ بلشت بشغل المخدرات ضاعة مع عصابة الموتورات اللي تابعة لك. طيب انت متأكد من جودة البضاعة اللي رح نشتغل؟ ما عنا مشكلة بالموضوع، بس الجهات الأمنية لازم ننتبه منيح. لا تاكلها، انا رح وزعها على حسب قوانين الأمن. كل واحد راح يحط خوزة مشان نحمي روسنا. الهلال المميزة، اسمحوا لي هلا اقدم لكم اعزائي المباراة. بهاي الجهة بطل الابطال واللي كل مبارياته ربحها بالضرب القاضي، طلع خالد.